قبل ما تفضجوا الفيديو خاوتي ما تنساوش تابونيو فلاشان وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كامل جديد من عند قناة ميديا ديزاد. هاد الميساج رئيس تبون، توكل على الله الرئيس تبون، احنا معاك المغاربة معاك باش تحيد علينا هاد محمد السادس هاد الكلب ديال الصهاينة. تحياتي لخوتنا الجزائر، احنا معاكم. السلام عليكم متابعي قناة ميديا ديزاد، خوتنا الكرام الاحباء تواعنا، جيناكم في فيديو وخبر جديد كالعادة وكما عودناكم يا خوتي. قبل مشاهدة الفيديو هذا ما تنساوش وصلوا الفيديو هذا 4000 لايك، باسكو على بالي راح نوجعوا بزاف في هذا الفيديو المخازنة والعياشة خصوصا خوتي. فضيحة وراء فضيحة لنظام المخزن الفاشل، هذا النظام الغبي الذي يتطاول على الجزائر ويحاول المساس بها باستعمال كل الطرق سواء كانت مشروعة أو غير مشروعة. النظام الفاشل الذي أوهم الشعب تاعه باللي هو أفضل من الجزائر وأحسن من الجزائر في كل شيء، ولكن الحقيقة عكس ذلك تماما. في كل المجالات الجزائر تتفوق على المخزن والنظام هذا الفاشل. يا خوتي جيتكم في هذا الخبر باش نحكي حول القضية المتعلقة بالديون المغربية اللي تسالها للجزائر منذ القدم. راح نحكيه حول مصدر الخبر ومنذ متى هذا الخبر كاين لنعيد إحياءه لتعيد الدولة الجزائرية التحقق من هذا الأرشيف الذي تم طيه باش نجبدوا الغاز للمخازنة. يا المخازنة صدقوني غلطوا كي خلطوا في الجزائريين، هذا أكبر خطأ درتوه في حياتكم أنكم خلطوا في الجزائريين. راح نجبدوا لكم زبلكم بينوا لكم شكون هي الدولة القوية اللي راكم تحكيوا عليها، النظام الفاشل تاعكم اللي راكم تحكيوا عليه ايضا راح يبان اليوم على حقيقته. الخبر تعلق بصورة انتشرت من قناة النهار او صحيفة النهار، جاء فيها ان الجزائر تخير المغرب تسديد الديون او اللجوء للقضاء الدولي. هذا الخبر انتشر بالضبط خوتي في 7 سبتمبر 2013. خوتي انتشر هذا الخبر بعد الحادثة لصنعة الحدث آنذاك، واللي هي أنه كاين مغاربة قاموا بإنزال العلم الجزائري من أعلى مقر القنصلية الجزائرية بالمغرب، حيث خوتي أنه هذا الخبر وهذه الديون المشكل العويص أنها تعود إلى عهد بومدين. راح نحكيو عليها بالتفصيل ما تقلقوش روحكم خوتي. كل الأمر تعلق بخمسون سنة إلى الوراء، خمسون سنة إلى الوراء. الملك الحسن الثاني، هذا الملك الحسن الثاني حكم المغرب 38 سنة، 38 سنة هو حاكم المغرب. المراركة والله ربي يكون في عونكم اللي يجي يركب فوقكم، 38 سنة هو حاكمكم يا جدك. المدة الحكم تاعه من 61 حتى 99، وهي الفترة التي قامت فيها المغرب باستيراد مواد نفطية من عند الجزائر، رفض تسديد الديون المترتبة على تلك المواد النفطية. وحتى نجله محمد السادس اللي راهو حاكم الآن، الذي استخلفه على عرش المملكة من 1999 وإلى غاية اليوم، يلتزم الصمت حيال قضية الديون المترتبة على المخزن. فذاك الوقت يا خوتي، فذاك الوقت وش راهو مكتوب في الخبر، محاولا استدراج دول أجنبية من أجل الضغط على الجزائر وإرغامها على فتح الحدود المغلقة منذ 1994، لأن إدخال السموم إلى الجزائر أفضل بكثير من قضية تسديد الديون. أيضا خوتي الحكومة السابقة العصابة على كل حال كانت ستدخل مع المخزن إلى المحاكم الدولية، ولكن السؤال المطروح علاه ولماذا تخلوا عن هذه القضية بعدما جبدوا الأرشيف، وذلك بطلب من الرئيس السابق المرحوم ربي يرحمه عندما أمر وزير الطاقة باستخراج الوثائق السرية المنسوبة التي تعود إلى عهد بومدين لمطالبة الرباط بتسوية ديون الحسن الثاني. سمعتم ليح يا المخازنة، راكم صافا شوية، سمعتم ليح؟ هذا هو النظام الفاشل تاعكم، مزلتوا من 50 سنة تسالونا ديون، عندكم ديون عند الجزائر ما خلصتوهاش يا المتهربين الديون. نزيدوا لكم حاجة واحدة أخرى، أنتم سرارقة بعد الخونة وبعد المطبعين، الآن وليتوا سرارقة
سرقونا في الديونة بإذن الله يا خوتي. هذه القضية ربما راهي جهلتها السلطة الجزائرية الآن، ولكن على هبالي راح تتفطن ليها مدام كاين ضجة إعلامية الآن رجعت القضية إلى المصاري. يعني كل جزائريين الآن راهم سمعين بالقضية، مدركين لهذه القضية، قضية الديون من 50 سنة. وجي نتايا المخزني تقول لي المخزن أفضل من الجزائر، فهمني رحم بابك، وش من راس عندك، وش من تخمام راك تخمم به؟ 50 سنة ما قدرتش تسدد فيها الديون تاعك، 50 سنة ما قدرتش تسدد فيها الديون تاعك، وجاي تتكلم على أساس أنك دولة عظمى ودولة قوية ومع لباليش. النظام المنفوخ إعلاميا، النظام الذي يوهم الشعب تاعه بأن الجزائر هي أسبابه، وناسي وش راهو صاري فيه من مجاعة ومن هجرة سرية إلى الجزائر. نعم هناك مغاربة يدخلون إلى الجزائر من أجل أنهم يأكلوا باسكو لقاو فيها الخبز، ماش كيما المغرب ما فيها والو يا خوتي، فيها غير الزطول والزطول، ويجيو بلا بلا بلا. احنا خير منكم، راكم شفتوا كامل الصفحات يطلقوا حلاوتهم بأن المخزن خير من الجزائر، والمشكل العويص بدعم خوتي، بدعم هذوك الخوانة تاع الخارج، هذوك جماعة زيطوط وجماعة أمير المازدا، ويجيو يتكلبوا على الجزائر، ولكن في حقيقة الأمر هما مجرد سرارقة، مجرد خوانة وفقط، نقطة عد إلى السطر. هذا هو أحسن وصف للنظام الفاشل المخزني. إما لنقولكم حاجة يا المخازنة، انتظروا تصعيد جزائري غير مسبوق، مازال كاين أخبار بزاف يا خوتي، تقولوا القضية حبست هنا، والله ما تحبس هنا، مازال هناك تصعيد كبير راح يكون في الأيام القادمة بإذن الله، تصعيد عسكري، تصعيد سياسي، تصعيد في كل المجالات. الجزائر انتفضت، ما بقاش معها كلام. أكم شفتوا يا خوتي، فرنسا أرادت إهانة الجزائر اليوم بتصريحات ماكرون، ولكن كان رد بثقيل وثقيل جدا من الجزائر، حيث قامت باستدعاء السفير تاعها مباشرة بعد تداول تلك التصريحات. يعني وش حبيت نوصل لكم، أن الجزائر الآن جزائر التطبيق وليس الكلام الفارغ، فاستناو في الأيام القادمة أخبار جديدة خوتي. ما تنساوش خليوا لنا رأيكم في التعليقات حول هذا الخبر، على بالي كاين بزاف سمعوا به ولكن ما عرفوش لي ديتاي تاع الخبر هذا. جبنا لكم لي ديتاي من وقتها بدات القضية، بدات قلنا لكم انطلاقا من 2013 عندما قاموا بإنزال العلم الجزائري، خرجت القضية والآن نعيد إحياءها، وبإذن الله الدولة الجزائرية راح تشوف هذه القضية. السلام عليكم خوتي. وفي الأخير ما تنساوش ديروا النجام وتشاركونا رأيكم في التعليقات. سلام.